لك اهلا يا الحبيب، كيفك؟ تمام. وانت؟ مشتاق لك كثير انا. وانا كمان. فوت راح ابعت شي شوفير يجيبها لامك تفطر معنا. لا لا ما في داعي. شو هاد اللي بوشك؟ عم بسألك شو هاد اللي بوشك؟ ابوك؟ لك ابوك؟ شو هي اول مرة؟ لا مو اول مرة، بس وحياة عيونك رح تكون اخر مرة. ريان، ريان، خلي المواجهة بيني وبينك رجال لرجال، بدون ما تدخل امي واخي بيناتنا. تقدم يا ولد. انا قدمت طلب تسريحي وخبرت صهرك المحترم انه يوصل لك، وليتني هلا عم عد لك اياها. اقسم بالله العظيم اذا بدك توقف بطريقي هاي المرة لحتى خليك تموت ومكسور عليك ندم. تأدب يا ولد، عم بحكي معك، تأدب. اسمع لك، اسمع لك، اذا كنت شايف حالك بالرتبة اللي على كتافك فانا بعلاقاتي لبستك اياها وعلقت على كتافك. تعرف شو مشكلتك؟ مشكلتك انك خلفت رجال ما انك مخلف طرطور، مع انه كل عمرك جربت تمسح لنا شخصياتنا انا ويسار، عملتنا مثل اللعبة بين ايديك، تاخذنا يمين تاخذنا شمال على كيفك. حجة شو؟ حجة انه خايف علينا، مع انه اذا انت بيوم من الايام قررت تصلي هذا الكرسي رح يكون قبلتك الوحيدة. يعني اذا خفت او رح تخاف بيوم من الايام فالشيء الوحيد رح تخاف عليه هو هذا الكرسي وبس. اسمع عملاك، اسمع عملاك، أنا تحملت الكلمتين منك، الكلمتين اللي بعدهم برميك برا مكتبي وتمك معبة دم، سمعان؟ إذا بدك تشرد عن طريقي هاي الحياة راح، بس لا تحلم ادو حبة بلح من النخل اللي قضيت عمري عم برعاها مشانكم. موت من الجوع أحسن ما أكل بلح مغمس بالدم تخميس. نقلع من مكتبي، نقلع من مكتبي. أنت من اليوم ورايح برات عبايتي، اطلع على الحياة وزلها وخليها تعلمك قيمة العز والجاه اللي كنت بديوارتك يا ملعون أبو نجاح. ملعون أبو نجاح إذا بده يكون مبني على حساب أرواح ناس ما ذنبها إنه للقدر زدت بطريقك. وإنت قلت قدرهم حطهم بين الكبار، هدول جنس غريب من البشر بتجلدن بكرباجك عمر كامل ما بتسمع صوتهم، بتحرق أرواحهم دهر كامل ما بيسترجوا طالعوا دخان. تعرف شو مشكلتك؟ مشكلتك مفكر انه طباع الوحوش هدول اللي عايش بيناتهم من طباع كل البشر، ونسيان انه بس للطباع، لانه طبع الغدر هن اللي بياكلوا لحم الجياف. طغى وتجبر قد ما بدك، بس امي واخي اذا بدك تقرب عليهم انا ما راح اكون ابنك، ما راح اكون عدوك.